هذه أول مباراة تعادل مع جدلة، تعادل 1-1. ثاني مباراة أعتقد فوز 4، المباراة اللي بعدها فوز 3، واللي بعدها فوز 2، فوز 4 برضو. بس هذه هي كانت تمهيدي. 16 فزنا كمان 3-1 والثمانية 2-1. ما شاء الله، يعني ما الحمد لله. لا لا الحمد لله الحمد لله. الأربعة فزنا 4-2. يعني كنت مرشح أنت من أول البطولة؟ والله هذا الجمهور، اللجنة والجمهور هم كانوا مرشحين. والله إذا كنت بتقول لي دورة أكاديميات، أنجح دورة أكاديميات شفتها الصراحة، مع احترامي لدورة القايد اللي أنا طلعت منها من دور الثمانية. لا التسامح ما دخلت، مسكت الفريق في دورة القايدي، أول دورة دخل الفريق، وثاني دورة اللي هي الصفوة هذه. أبو رزقة لا ما دخلت، لأني قلت أبا الأهلي استعد لدورة أكبر، هي دورة الكداوي، قلت من مستعد لها. قلت تأسيس الفريق بتاعك. والله تأسيس الفريق الأساس اللي هو الدينامو، هذا أجيال مرت علي من قبل ما أنا أتولد، يمكن قبل ما أنت تولد كمان. أيوة من السبعينات أو شيء زي كذا أو الستينات. أيوة الاسم ما تغير، بس اللهم أنه إحنا فرعنا دحين اللي هو جيل الأكاديميات تحت العشرين، لقينا أنه فيه من اللي يمثل فريق أول كان فوق 19-20 لاعب، من يعتبر تحت العشرين سنة، 19-18. أيوة أيوة، فقلنا إحنا نستغل الجيل ده نسوي لهم أكاديمية، من الفرق الباقية بستغلها اللعيبة. مشارك في دورة نور، ودحين حيلعب دورة الفريق الأول، انهزم أول مباراة. فإحنا قلنا بعد لما شفنا النتيجة الأول مباراة هزيمة مع فريق نفس الصفوة، المباراة الثانية طعمنا من الأكاديمية 6، لعبنا فريق أول وتعادلنا 2-2. الفريق اللي قدامك اليوم حتلعب مع نهائي، كيف شايف؟ والله أنا ما تشوف، قالوا لي أغلبهم من شباب الحرمين، بس في ميزة يعني، يمكن ما أدري، يمكن فيه ولا كأنك لاعب، ما أحب أعرف الفريق اللي قدامي إلا في الملعب، وكمدرب برضه أحب أعرف. وما تفرجت ولا مباراة، ولو تقول لي أي مباراة الفريق جيت ولا أنا، لأني واثق في عيالي، من المهاجم لين الحارس والاحتياط. أنا عندي يمكن 28 لاعب، تخيل 28 لاعب دول كلهم لعبوا في الدورة دي بدون استثناء، 28 أقل واحد لعب شوط. يعني الفريق ما عندك تيم أساسي وكيم احتياط، الكل بيشارك، الكل يعني اللي بيجي من بيته ما بيعرف إنه كبيلعب أو كاحتياط. فهذه يمكن النقطة هي اللي بتساعدنا نطالع قدام إن شاء الله. سؤال كده مصادرنا. طيب. إنك أنت لاعب في منتخب التشاد. إيه منتخب الجالية. دورة الجاليات. إيه دورة الجاليات، لعبنا يمكن أخذنا بطولة أول العام، وأمس والعام لعبنا على الفاينل وهزمنا بالامتياز، وهذه السنة إن شاء الله نأخذ. انت بتتكلم على جده، جده كلها تشادين ويمنى طبيعي، هم اللي مسيطرين. السنه هذه المغرب يكون مشاركه، هو البطوله اللي راحت المغرب وفرنسا وفلسطين، وكان مستثنى فرنسا وفلسطين. السنه اللي راحت واللي قبلها كانت اقوى. نتمنى لك التوفيق وان شاء الله. وان شاء الله احنا اليوم نفكر في دي، بعد كده نفكر في اللي بعده ان شاء الله. الله يخليك، واتمنى التوفيق لقناتكم الناجحه ان شاء الله، وانا كمان من الناس المتابعين في الفيس على حسابي. الله يخليك.